ممكن ندي عنوان المؤتمر نقول ثورات مصر ما بين الحقيقه والخيال. اول قرار بعد 30 يونيو يصدر باستبعاد 138 مرشح لسبب بسيط جدا، هو ان والديهم لم يحصلوا على المؤهل العالي والحاله الماديه والاجتماعيه. نعم، هي دي كانت الحقيقه، ولكن الحمد لله اصبحت خيال. سيدي انا اعرف نفس سالتها عن السيسي، رجل عظيم ولن يقبل الظلم اللي وقع عليه. حاولوا توصلوا صوتك للسيد الرئيس، للسيد رئيس الوزراء، للسيد وزير الداخليه، وتتابع وزير العدل، واخد بالكم؟ كان عندنا الاحوال الشخصيه، بنحضر حاجه على الاحوال الشخصيه للمسؤولين. فرحنا نزور وزير العدل على ايام الاخوان. عليم الله ما فهم حاجه ولا كان بيفهم حاجه في القوانين. اهو وزير عدل. العصر ده انتهى. التصريحات اللي صدرت ان لازم الاب والام يكون معاهم مؤهل عالي، سواء صدرت من الامين العام لمجلس القضاء الاعلى المستشار محمد عيد محبوب، او صدرت من المستشار صبري حامد احد اعضاء مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمه الاستئناف طنطا. بالتالي احنا النهارده بنحاول نوصل صوتنا لفخامه السيد رئيس الجمهوريه يستكمل اجراءات تعييننا بعد صدور القرار، لان القرار مجرد صدوره من مجلس القضاء الاعلى يعتبر انتهت ولايه المجلس عليه، ما يعتبرش توقيع رئيس الجمهوريه يعني تدخل في اعمال السلطه القضائيه، بل هو يعني استكمال اجراءات تعيينه، هو اجراء شكلي شرفي مش اكتر من كده. طبعا احنا نطالب بان السيد رئيس الجمهوريه يتدخل لانقاذ مستقبل 138، يعني لتحقيق العداله الاجتماعيه اللي وعد بها سيادته عند يعني اكتر من مره.